منذ الساعة الرابعة فجراً وتلامذة هذه المحضرة يرددون دروسهم ومحفوظاتهم من القرآن الكريم في عادة تتكرر كل يوم باستثناء الخميس والجمعة. أسست هذه المحضرة منذ عام 2013 وتضم 30 تلميذاً مقيمين لدى شيخها إضافة إلى عدد من القاطنين بالمقاطعة، وقد خرجت المحضرة منذ تأسيسها أكثر من 10 حفاظ. فيه تلاميذ أهلهم هون ساكنين في المقاطعة ويجوا للمحضرة ويمشوا عنها، وفيه تلاميذ ساكنين هون في المحضرة مثلا الساكنين في المحضرة ما يحركوا نفقتهم على المحضرة وحالتهم كاملة ساكنين في المحضرة، وأكثر استفادة التلاميذ الساكنة في المحضرة به اللي ما تقرأ المدرسة ولا تحرك تمشي إلا من عند الشهر حكما للشهر. أضحى عدد من هؤلاء الحفاظ يساعدون شيخهم في التدريس بالمحضرة، وتتباين ملاحظاتهم بشأن الإقبال على المحاضر وأسباب ما يرونه تراجعا له. محارة الناس ما تلات تقراها بيلي ما تلات ترى عم ما تلات فيها نتيجة ولا ما تلات فيها شيء، لذلك عاد راجع عنها شو المدرسة. موريتاني محارة كانت في مولات لات ما تعطينها قيمتها لا تعطينها شيء ما لو شو المدرسة توعنها. تتعدد حاجيات هذه المحاضرة وليست إلا واحدة من عشرات المحاضر تنتشر في أرجاء المقاطعة والقرى التابعة لها، ومن النواقص الملاحظة من طرف طلابها حاجتها إلى الدعم بالمصاحف. نبقوا بعد يجون المصاحف ويجون لا نختار دعم مادي ومعنوي بعد بالنسبة لكم انتم توف. فالمصاحف المتوفرة بالمحضرة شاخت بسبب تقادم أوراقها وارتفاع الحاجة إليها، حيث ينقل منها كل التلاميذ دروسهم اليومية إلى الألواح. تواصل المحضرة في مقاطعة وادي الناقة عطاءها محاولة مقاومة مستجدات العصر، وفي مقدمتها التعليم المدرسي ووسائط التواصل الاجتماعي اللذان حدا من الإقبال عليها. ويحاول ساكنة المقاطعة عبر بعض المبادرات الشبابية والمهرجانات الثقافية إنقاذ موروثهم المحضري الذي يرونه كبيرا، واحتضنت المدينة في هذا السياق نسخة من مهرجان ترالز الثقافي للتعريف بالمحضرة. محمد أحمد الخوية، قناة المرابطون، مقاطعة واد الناقة، ترالز.